ممثلة خليجية كيوت وحلوة وأمورة وما شاء الله صار لها بصمة على الساحة الدرامية الخليجية. شيلاء سبت حياة الله معانا. حبيبتي هلا فيكم. طبعا أنا وايد يشرفني ويسعدني إني أطلع على قناة زي أفلام لأن المفضلة عندي. شو تحبين تقولين لكل اللي يحبون شيلاء سبت؟ طبعا أشكركم على متابعتكم وهذا يعني really good support منكم وأشكركم ويا رب ما أكون يعني ضيفة ثقيلة عليكم.